عندما نذكر أسماء مصرية عظيمة أسهمت بأبحاثها الفذة في تطور العلوم وإنقاذ البشرية، فإننا نقول إن العقل المصري بخير، ونثق بأن جينات العبقرية المصرية التي صنعت حضارة الماضي قادرة أيضاً بأجيالها الجديدة من العلماء على صناعة المستقبل. العالمة الكبيرة الدكتورة نادية زخاري، وزير البحث العلمي الأسبق. الجامعات الحكومية هل تهتم أيضاً بتدريب طلابها وإتاحة الفرصة لهم على فكرة البحث العلمي طبعاً. والاختراع؟ طبعاً، وبعدين من الجميل جداً أن دلوقتي بقى في تقريباً 10 جامعات تكنولوجية. فالتكنولوجية دي اللي هي هتقوم الصناعة. مستقبل البحث العلمي في مصر كيف تريه؟ أنا حاسة أن الاهتمام بيه زاد. الناس عرفت يعني إيه بحث علمي. مستوانا حالياً إيه كمصر في مجال البحث العلمي؟ لو خدنا كل البيلرز مؤشرات اللي قلت حضرتك عليها يعني محتاجين نرتفع. عن آمال ملايين المرضى في العالم باكتشاف علاج للأورام. هل توصلنا أو توصل العالم ونحن بعده العلاج ناجح؟ وعايزة أقول العالم ونحن مش بعده، وزي يعني إحنا بنبقى ماشيين مع بعض الحقيقة دايماً يعني. عن أحوال البحث العلمي في بلادنا، عن التحديات التي يواجهها شباب الباحثين والعلماء. حوار جديد في حديث العرب من مصر الخميس 7 مساءً على قناة مصر الأولى.